بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الآن بعد ما ذكرناكم بتأليف قلوب أمة الإسلام في أولها عليهم السلام عليهم الرضوان، ألف بينهم ربي وربنا ألحق بهم إخوان آخرين إخوانا آخرين، ولكن كانوا أقل إيمان لأن تجربتهم مع الإسلام في بدايتها وشعروا الحقيقة وغيرها من خلال مقاربتنا لآيتين من سورة من في آخر سورة الأنفال لبيتا ولا لديبوي دو لا غير. اش يقول مولانا؟ يا أيها النبي، دائما حين يخاطبوا كسيب النبي، يعني لي لو ميساجي اي لو شيف دي ميساجي كو لا بي د الله سو سور او سو زيكسيون. يا أيها النبي حر، ما هو مقبل قال يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين، يعني متعمل كان على ربي والمؤمنين قدروا لي مش مؤمن بعدوا عنك، اتركه ما يسوي شيء ذراعه مكسر وهكذا. وإحنا عندنا أمة الكرب وأمة الإسلام من الخاطئ نسبة مئوية ساعقة، ما اللي ذراعهم مكسر ما عندهم شيء، لا عندهم الله أكبر حقيقة ولا عندهم يفكروا في نصرة الدين حقيقة. احنا عندنا دائما حتى تو في العصر ذا حزب النصرة، الله أعلم بيك يا من رفعت هذا الشعار وجمعت حولك الناس بسكنات مغفلين هل يحبوا ينصر الدين، وانت بالحقيقة باش توظفهم في كما تقول انت فيما يحب العدو المبين وهو الصائن والكرب أجمعين، نسأل الله السلامة.